يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. وأول أخبار عن الفنانة ديانا حداد يلي طرحت أحدث أغانيها مؤخرا على هونك على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد فترة انقطاع مرت فيها وأخبار من اعتزال لسفر لحج واختفاء. رجعت حداد عم تركز على أغانيها من خلال على هونك، الغنية من كلمات وألحان عبد الله السالم، توزيع وميكس وماسترينج حسام كامل. ومن خلال طرح الغنية بخمس أيام وصلت الغنية ل 400 ألف مشاهدة على يوتيوب. توقف الفنان اللبناني وديع الشيخ بمشفى بصيدا. أوقف الجيش اللبناني الفنان وديع الشيخ بمدينة صيدا مع عدد من الأشخاص على خلفية محاولة اقتحام قسم الطوارئ بمشفى الراعي بجنوب مدينة صيدا لتتم مصادرة كمية من الأسلحة كانت معهم. وأفادت وسائل أعلام لبنانية أن وديع لساته على قيد التحقيق بالنيابة العامة، ومن المتوقع أنه يطلع منها خلال الساعات القليلة الجاية بسبب عدم وجود أي دعوى قضائية ضده. وبالمقابل نفت مصادر طبية وقوع أي تكسير وتخريب بقسم الطوارئ، ولفتت الإدارة إلى أنه ما صار أي اشتباك حاد أو إصابات بقسم العمليات بين وديع الشيخ وأمن القسم. نادين جيم تتصدر المليون مشاهدة بآخر صورة إلها. افتقد الجمهور الممثلة اللبنانية نادين جيم يلي غابت عن دراما رمضان السنة، وهذا الشيء يلي مو متعود عليه جمهور نادين. ولكن المفاجأة هي أنه كانت عم تتحضر لتقديم جزء ثاني من مسلسل صالون زهرة يلي حصد نجاح كبير بلبنان والدول العربية وتصدر الترند لفترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر المتابعين عن فرحتهم وحماسهم لهذا الخبر ولعودة نادين والمسلسل الأكثر مشاهدة بالجزء الأول يلي جمعها مع الممثل السوري معتصم النهار بجانب نخبة من الممثلين منهم توني عيسى، كارول عبود، نقولة دانيال، فادي أبي سمرة وكتار من النجوم الشباب. ديانا كارازون تطرح أغنية تفاحة. طرحت الفنانة الأردنية ديانا كارازون غنيتها الجديدة يلي بتحمل اسم تفاحة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. الغنية من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى. وكانت كشفت ديانا عن إضافة إيقاعات شرقية لعواد عواد، ونشرت البوستر الرسمي للغنية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال طرح الغنية تفاعل الجمهور مع هذا النوع من الأغاني يلي اشتاقوا له فيه، بالإضافة لتصوير كليب مختلف عن يلي عم تقدمه وقدميته قبل. وصلنا لفقرة السوشيال ميديا. أكيد كل فصل بيتميز بجوه ورونقه، ولكن دائما لفصل الخريف شيء خاص بيربط الناس فيه بالوقت والأغاني والذكريات. وكأنه كل علاقتنا الغير متينة هرت مع وراء الخريف، وكل الناس نطرت رجعتها لبعضها بهذا الوقت. وسؤالنا لليوم، شو هي الذكرى يلي حاملها مع شهر أيلول شهر الخريف؟ ويا ترى أنت مثل كل الناس يلي عندهم أغنية معينة بيعيشوها بهذا الجو؟ ناطرة أجوبتكم على بوست فني نيوز لنتشارك ذكرياتنا سوا بهذا الفصل. وهيك بتكون خلصت أخباري، انطرونا بكرة بحلقة وموعد جديد حاملين معنا أخبار نجومكم المفضلة. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.